كيف تكتشف وجود أنيميا في تحليل صورة الدم؟ وكمان تعرف درجتها، هل هي أنيميا حادة ولا أنيميا بسيطة؟ تحليل صورة الدم الكامل بنعمله في معمل التحليل، بعد ما بيسحب عينة الدم بيسلمك تقرير بصورة الدم الكامل اللي بيحتوي على معلومات عن كل الخلايا الموجودة في الدم، عشان كده بنسميه كامل، سواء الخلايا الحمراء والخلايا البيضاء وكمان الصفائح الدموية. احنا هنا هنركز على ارقام الخلايا الحمراء واللي بنسميها مؤشرات الخلايا الحمراء، هما 7 عناصر اللي بنعرف منهم كل المعلومات عن الخلايا الحمراء. عشان تعرف الانيميا موجودة ولا لا هنركز على 3 عناصر فقط بنسميهم مؤشرات الانيميا. اول واحد هو عدد الخلايا الحمراء، تاني بنسميه نسبة الهيموجلوبين، التالت بنسميه حجم الخلايا الحمراء الكلي بالنسبة لحجم الدم. يعني زي ما انت شايف في الصورة بنجمع الخلايا الحمراء كلها ونضغطها في انبوبة بالشكل ده وباينة باللون الاحمر وبنقارنها بالحجم الكلي للعينة، وهنا بنلاقيها 45%. بعد كده بنبص على الارقام ونقارنها بالمستوى الطبيعي، وكل عنصر منهم بنلاقيه بيختلف بين الذكور والاناث. لو الثلاث مؤشرات قليلين او واحد منهم قليل يبقى الانيميا موجود، لان الثلاث عناصر بيدونا معلومات عن مدى كفاية الخلايا الحمراء في نقل الاكسجين في الدم، والجهاز بيكتب الارقام بلون مختلف اللي هو اللون الاحمر لو قل، وكمان بيكتب جنبها حرف ال اللي هو اختصار كلمة لو او منخفض عشان ما تتوهش في الارقام الكتير الموجود. بالشكل ده يبقى انت عرفت الانيميا موجودة ولا لا لو الثلاثة قلوا او واحد منهم قل. بعد كده بتعرف درجة الأنيميا من كمية النقص عن المستوى الطبيعي، بمعنى لو الأرقام قلت بسيط تبقى الأنيميا بسيط، ولكن لو الأرقام قلت كتير زي الموجودة قدامنا دي في الحالة دي تبقى أنيميا حادة ومحتاجة علاج بسرعة.